بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حلين يا ابي. يمكن انجيل النهارده من انجيل معلمنا ماري مرقس بيكلمنا على فكره بتشغلنا كلنا، فكره مين الاعظم. بس هنا كان في فكرين، فكر يعقوب ويوحنا وفكر كل واحد فينا بيبقى فعلا بيدور انا عايز الاعظم. هو حاجه كويسه ان هم عايزين يبقوا جنب ربنا، بس الفكره هم مش عايزين جنب ربنا فوق، لو ما عايزين يبقى على يمينه وشماله هنا على الأرض، عايزين ياخدوا المجد وعايزين ياخدوا السلطان. فأقل من 10 دقايق هنفكر مع بعضينا إحنا بنعمل إيه، وممكن بيبقى نفس فكرنا هو فكر يعقوب ويوحنا. القصة إيه بقى بمنتهى البساطة؟ جم سألوا المسيح كده وقالوا له إحنا عايزين نبقى إحنا الأعظم، عايزين نبقى واحد على يمينك واحد على شمالك. طلبوا منه 3 حاجات. أول حاجة قالوا إن إحنا عايزين نبقى نقعد في الأول خالص، وده متهيألي كل واحد بيبقى فكره كده، أنا عايز أقعد أول واحد في الكنيسة، أنا لما أركب العربية أبقى أول واحد، لما أروح الاجتماع الفلاني، الفرح أول ترابيزة، كل واحد بيبقى فكره إن أنا عايز أبقى الأول وبس. ده كان فكر يعقوب وفكر يوحنا. تاني حاجة كانوا عايزينها نبقوا فوق الكل. أنا هقول 3 حاجات من فكرهم وثلاث حاجات من فكر المسيح. عايزنا إزاي نبقى أعظم؟ أول حاجة إن هم يقعدوا الأول، تاني حاجة إن هم كان عايزين يبقوا فوق الجميع، يبقى أنا أحسن واحد، أبقى أنا اللي في الصورة وأبقى أنا بس اللي في الكادر. يمكن إحنا للأسف بمنتهى الصراحة كده وسامحوني بنعلم أولادنا كده، بنعلمهم إيه؟ أنت أحسن واحد في الفصل، أنت أحسن من أخوك، أنت أحسن من أختك. ده أكبر غلطة إحنا بنرتكبها، وبنعلم أولادنا غلط. هو أنا حلو إن أنا أشجع ابني وأقول له أنت حلو، أنت جميل، بس مش أحسن واحد. ما ينفعش أقول له كده لأن في غيره أحسن. ده بتعمل ايه برضو؟ هنشوف الرسل لما ابتدى يقول يوحنا وبولس، يوحنا ويعقوب يقولوا الفكر ده، عملوا ايه الرسل؟ اغتاظوا. ويمكن هو برضو قال كده اهو، لما سمع العشرة اللي هم بقية التلاميذ ابتدوا يغتاظوا من اجل يعقوب ويوحنا. ما طبعا حاجة طبيعية، انا لما باجي اقول ايه ابني انت ده، سيبك من اختك، لا ده لاخوكي، ده ما اعرفش ايه، ما البنت بتتغاظ ومن الأسف بنعمل بدون ما بندرى مشاكل بيننا وبين بعضينا، حتى الأمهات الكبيرة، لأخوكوا الكبير ما عرفش إيه. هو ده الفكر اللي كان عايزه. الحاجة التالتة اللي هم كانوا عايزينها، عايزين يبقى لهم سلطان. وده للأسف، أنا بعرف أبونا فلان، أنا بعرف اللواء فلان، أنا بعرفش أمين الخدمة ده، أنا بعرف ده، أنا عايز يبقى عندي سلطان. هو ده اللي كان عايزه يعقوب ويوحنا، إن يبقوا عندهم سلطان عشان يبقوا ماشيين جنب المسيح. لكن يعني سامحوني، كل واحد بيبقى عندنا نفس الفكر ده، انا عايز اقرب من ابونا فلان ده عشان ابقى انا، ابقى في الصوره، انا عايز ابقى جنب ما اعرفش المدير الفلاني، انا 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 انا. لكن للاسف مش هو ده اللي ربنا عايزه. ربنا النهارده وضح لنا بمنتهى البساطه، انت عايز تبقى عظيم، عايز تبقى كويس، قال لنا 3 حاجات. زي ما قلنا كده بسرعه، هم كانوا عايزين 3 حاجات، كانوا عايزين يبقى يقعدوا اول ناس، عايزين يبقى لهم سلطان، عايزين يبقوا فوق الكل. لا، المسيح غير الكلام ده. وانت النهارده لو فعلا حابب تبقى العظيم عند ربنا وتبقى كويس عند ربنا، هتعمل 3 حاجات اللي قالهم المسيح. تعالوا نفكر ونشوف فكر المسيح كان عايز ايه، مين هو الاعظم. قال كده فليكون هكذا فيكم، بل من اراد ان يسير فيكم عظيما يعمل 3 حاجات. وعايز ابسطها بمنتهى البساطه، اشوف حد عمل الموضوع ده وبقى عظيم. مش هلاقي احسن منهم من العذراء. اللي انا مبسوط جدا النهارده اول قداس ليا بصليه على مذبح العذراء، بركتها يا رب تكون معانا. تعالوا نبص على العذراء واحنا في اليومين المقدسين دول بتاعها، ازاي بقت عظيمه الست دي. يمكن ما اتكلمتش كتير، بس عملت 3 حاجات اللي طلبوا منها ربنا. اول حاجه ربنا قال كده، من عايز يبقى عظيم يكون لكم خادما. يعني ايه يا رب؟ تعال نشوف العذراء عملت ايه. فاكرين في عرس كانا الجليل العذراء بمنتهى البساطه معزومة بفرح عادي، هتروح تقعد في أول ترابيزة؟ لا، العذراء ما عادتش في وسط المعازيم، قالت له إيه؟ ليس لهم خمر. طب هي عرفت منين ما لهمش خمر؟ ما واحدة قاعدة مع المعازيم وقاعدة مش شايفة، هي الحاجة بتتقدم لها؟ لا، واضح إن العذراء كانت عاملة كذا حاجة، كانت بتساعد الناس دي، دخلت قدمت لهم مشاركة وحست بالناس، كانت خادمة معاهم، كانت خدامة معاهم، واقفة مع الناس اللي في الفرح. زي ما قال لنا برضو كده كتاب، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. العذراء كانت فعلا اول حاجه نفذتها
كانت خدامة، وقفت في وسط عرس كانت الجليل، كانت واقفة مع الناس وبتسندهم وبتساعدهم وبتعمل معهم كل حاجة. أدي العذراء. تاني نقطة عشان ما أطولش عليكم، قال برضو كده: من أراد أن يسير فيكم يكون للجميع عبدا. إيه يا رب ده؟ يعني إيه أبقى عبدا؟ ما صعب الكلام ده؟ لا مش صعب. هنشوف منها العذراء برضو عملت إيه. هي حاجات بسيطة يا جماعة، صدقوني بتبقى عند ربنا. ما هو قال كده: كأس ماء بارد لا يضيع أجره. النهاردة العذراء لما عرفت إن هي حامل وبطنها المخلص راحت لإليصابات. طب ما أنا حامل زيها، أي واحدة لما بتبقى حامل ما أنا تعبانة زيها. لكن العذراء لا، راحت قالت وقالت أنا هساعد. طيب ما منتهى البساطة، أنت عارفة مين اللي في بطنك يا أمنا؟ ده مخلص العالم. أنت إزاي تعملي كده؟ ده سامحوني اللي بيبقى عارف لواء يا جماعة، ولا اللي عارف حد تقيل، ده أنا هنا وأنا 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 وأنا. لا، العذراء ما كانش عندها الكلام ده. العذراء كانت فعلا عبدة، راحت لإليصابات وراحت ساعدتها، وقفت معاها في شر حملها. وعارفين الجميل في العذراء عملت ايه؟ إليصابات جايه تولد، المفروض بقى تقف، ما انا واقفه معاها عشان اخد كلمتين شكر، وابقى انا واقفه يعني انا تعبت معاها وانا حامل، وابين كده قدام الناس وذاتي. لكن العذراء انقرت ذاتها. عملت ايه العذراء؟ قبل الولاده سحبت نفسها وبعدت. هل هنقدر نعمل كده؟ هل اقدم العون والمشاركه لاي حد؟ اي حد محتاج مني اي حاجه الاقيني ويلاقيني واقف جنبه؟ يبقى اول حاجه احنا قلنا ابقى خادم للكل، ابقى عبد عند الكل. مش لازم العبد يا جماعه ان انا يؤمر وينهي، اقدم محبه. وصدقوني الحاجه اللي بتتقدم من القلب بتوصل للقلب. حد تعبان اسال عليه، لو بتليفون حتى، انا تعبانه مش قادره، بتليفون، طب انا اعمل لك حاجه، انا اسوي لك ما اعرفش حاجه. هو ده اللي عملته العذراء. ثالث حاجه عشان اكون عظيمه عند المسيح، أخيرة وربنا طلبها، قال كده: لأن ابن الإنسان أيضا لم يؤتئ ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يعني إيه يا رب فدية للكثيرين؟ طب العذراء عملت إيه؟ العذراء ضحت يا جماعة. إزاي ضحت؟ فاكرين مشهد الصليب؟ قالت كده حتى في صلاة الساعة 9 احنا قارينها، قال كده لما شافت المسيح معلق على الصليب باكية قالت: أما العالم فليفرح لقبول الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند صلباتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. يا نهار أبيض يا عذراء، أنت عارفة مين ده؟ مين المصلوب؟ وعارفة كنت ممكن تقولي له حرر نفسك، وعارفة أنه هو مخلص العالم، لكن اتحملت الألم، اتحملت التعب، وضحت عشان كلنا نحيا في المسيح والمسيح يفدينا. شفتوا العذراء قدمت ايه؟ قدمت، كانت خادمه، كانت عبده، وضحت. هو ده اللي المسيح طلبه، نبذل نفسنا. انا زي ما بقول في ناس كتير تعبانه، اعمل اي حاجه على قد ما تقدر. احنا مطلوب لكل واحد فينا يخدم. انا مش ممكن في الكنيسه اخدم، هو مهم ان انت تخدم جوه الكنيسه، بس انت حوالين مجتمعك، انت في جامعتك، روح واخدم. اي حد عايز اي مساعده ساعد. انا في الجامعه لا اخد الورق ده اصوره لك، لا ده انا هكتب لك كذا. انت حتى في شغلك، احنا سوره المسيح يا جماعه، قال كده: من يراكم ويرى ابائكم فيمجدكم الذي في السماوات. هو المسيح طالب مننا كده حاجات يمكن احنا شايفينها كبيره لكن هي بسيطه. عارفين ابسط حاجه؟ الابتسامه البسيطه اللي انا اقدمها لاي حد وانا ماشي في الشارع، ابتسم في وش اي حد، اقدم كلمه كويسه سامحوني للبواب. يا جماعه دي كبيره جدا، واحنا سوره المسيح. ده الأعظم اللي المسيح عايزه، مش يوحنا ويعقوب. هما كان ليهم فكر العالم، لكن المسيح كان ليه مقاييس تانية. واوعوا تفتكروا إن احنا لما نعمل كده نبقى قليلين، لا بالعكس، احنا هنبقى كبار قوي في عين ربنا وفي عين الناس. آخر حاجة حابب أختم عليها، تعالوا بقى نتفرج يوحنا ويعقوب كانوا عايزين المجد إزاي. تعالوا بقى نشوف العذراء المجد جالها إزاي. المجد جالها في ثلاث حاجات. هي أخذت المجد بدليل إن إحنا الخمستاشر يوم وفي كل وقت بنمجد العذراء ونطوبها، صح ولا لأ؟ تاني حاجة، العذراء قعدت على يمين الملك في سورة الصلبوت وهي على يمين الملك، ده اللي كان عايزه يوحنا وبطرس، يوحنا ويعقوب ما عرفوش يعملوه. العذراء بصمتها وبخدمتها وإن هي بقت عبدة جميع الأجيال تطوبها.
نالت كرامات كتير، صح ولا لا؟ لما كانت بقت تحت الكل، هي دي اللي العذراء خدته. يمكن احنا بفكرنا زي ما قلنا احنا عايزين وعايزين وعايزين، بس العذراء ببساطتها وبساطه قلبها خدت الكرامه وخدت المجد. في النهايه حابب اقول لكم، من اراد ان يسير فيكم عظيما لازم يحس باللي حواليه ويشارك الكل في كل حاجه قدر المستطاع، ويكون عنده استعداد للتضحيه وللتعب، ويقدم اخوه عنه. لا تعال انت هنا، اقعد انت هنا، هو ده المسيح عايزه. وفي النهايه ربنا يفرح قلوب الجميع، وبركه امنا العذراء اللي نتعلم منها دايما، نتعلم منها المحبه ونتعلم منها الاتضاع، والمجد لله دايما ابدين.